الاسم؟ حسين السلمان. المهنة؟ أكيد فنان. جاهز لنبلش مع بعض فقرة أسئلة على السريع؟ أنا اللي جاهز. مالح ولا حلو؟ حلو. أبيض ولا أسود؟ أسود. ألبوم ولا سينجل؟ أكيد سينجل. تي في ولا أونلاين؟ تي في. بيت واسع ولا محندق؟ محندق. جينز ولا كتان؟ أكيد جينز. أغنية دراما ولا رومانسية؟ فيش بعد الدراما. إنستغرام ولا تيك توك؟ إنستغرام. منسف ولا مقلوبة؟ أوه أنت هون جيت على شيء الصح، أكيد مقلوبة. نهار ولا ليل؟ أكيد ليل. توقعت ولا ما توقعت نجاح زفت بيطلع له؟ توقعت تنجح. ولد ولا بنت؟ أكيد ولد. موسيقى كلاسيك ولا إيقاعية؟ بحسب المود، مرة بدها كلاسيك مرة بدها إيقاعي. بارد ولا ساخن؟ ساخن. الفن زمان ولا حاليا؟ فن زمان. قهوة ولا شاي؟ أكيد شاي. صح ولا خطأ؟ يما قلبي وجه السعد علي. مليون صح. فيسبوك ولا تويتر؟ أكيد تويتر. المطبخ العربي ولا الغربي؟ العربي أكيد، ما في بعد العربي الصراحة يعني. كنافة ناعمة ولا خشنة؟ كنافة خشنة. هذا الأردن ولا والنعم إحنا أردنية؟ الثنتين هذولا الثنتين مثلني. شجرة ولا سمرة؟ السمار بجنن والشجر بجنن اثنين. عمليات تجميل ولا طبيعي؟ أنسى الموضوع، كل شيء طبيعي وبس. ديكور عصري ولا كلاسيك؟ عصري. لايف ولا بلاي باك؟ أكيد لايف، يعني فيش بعد اللايف. عزيزة قوم ذل ولا ملح وداب؟ اثنتين كثير بحبهم وبيعنوا لي أشياء كثير. كلب ولا بسة؟ بسة يعني ألطف. لابتوب ولا ديسكتوب؟ لابتوب. بساطة ولا تكنولوجيا؟ بساطة، فيش بعد البساطة. ألوان هادية ولا ملفتة؟ ألوان هادية. لحمة ولا جاز؟ اثنتين تفرقش. الفنان الأردني محتاج إنتاج قوي ولا دعم إعلامي؟ هو محتاج اثنتين. صيف ولا شتاء؟ الشتاء له أجواء والصيف له أجواء. مسرح ولا سينما؟ مسرح أكيد. فيروز ولا أم كلثوم؟ اثنتين لازم تختارهم. ضوء أبيض ولا أصفر؟ أصفر. هدوء ولا صخب؟ هدوء، الهدوء أحلى شيء. تليجرام ولا واتساب؟ واتساب. أغنية جاهزة ولا ورشة أغنية؟ لا أكيد ورشة أغنية. كاجوال ولا رسمي؟ الاثنين بجننوا بس أنا أكثر شيء بحب الكاجوال. حدات ولا فيصلي؟ الاثنين. بحر ولا جو؟ جو أكثر، البحر شوي بخاف من المي، البحر خليها جو أكثر. أماكن أثرية ولا طبيعية؟ طبيعية أحلى. الغناء الأردني زمان ولا حاليا؟ زمان أحلى. كوميدي ولا تراجيدي؟ كوميديا. براند ولا صناعة محلية؟ براند. تجديد فولكلور ولا أغنية أردنية معاصرة؟ إذا تقدر تجدد ويطلع شيء جميل مش غلط. بيت مستقل ولا شقة؟ شقة أنسى الموضوع، بس بيت مستقل يكون صغير يعني مش كبير. آيفون ولا أندرويد؟ أكيد آيفون. تتر مسلسل ولا أغنية فيلم؟ تتر مسلسل أحلى. حسين السلمان شكرا كثير أنك كنت معنا في برنامج على السريع. وأنا بتشرف على هذا اللقاء الجميل، وأنا متأكد هذا اللقاء هو مميز. عملنا كثير لقاءات بس هاي أول مرة بنعمل هذا اللقاء، يعني شوي جديد وغريب. حبيت الأسئلة